حد بقى يقول لنا اخره الهنا والعسل اللي احنا فيه فيما يتعلق بالجو ده. يعني اكيد الاكيد ان احنا مش هنخلص الصيف كده. يعني الاكيد عشان نتفق، لان انا ساعتها هشوف بقى حالي يعني هتصرف. بس الاكيد ان احنا مش هنكمل شهر 8 و9 كده، لانه في مننا اللي ساح، وفي مننا اللي داب، وفي مننا اللي خلص، وفي مننا اللي اتحرق، وفي مننا اللي اتسلخ، وفي مننا اللي اتدقع، وفي كل الالوان لعبناها. فالاكيد ان دي موجه، لانها لو ما طلعتش موجه وان ده فصل الصيف هيبقى هزار تقيل، هيبقى هزار تقيل قوي صحيح يعني. وقالوا لنا اسبوع، واستحملنا الاسبوع وخلص الاسبوع ودخلنا اهو في الاسبوع التاني. ايه بقى عجبتكم اللعبه فهنكمل فيها؟ ايه يا دكتور شاهين؟ مساء العسل يا ريس. بس وبعدين؟ هي عجبتكم صح؟ يعني لا طبعا احنا كلنا متاثرين بشكل كبير جدا في كل انواع الطاقه. يعني قلتوا معلش ورعونا وهنيجي على نفسنا وتأجينا على نفسنا وقضينا الاسبوع بالطول وبالعرض وبتاع وتمام. ايه بقى الاسبوع التاني الهزار ده؟ لا هو معلش طبعا احنا وفقا لتنبؤات الارصاد احنا قلنا لغايه نهايه شهر يوليو بالفعل ان شاء الله هتبدا هذه الموجه تنكسر من يوم الجمعه باذن الله. الجمعه اللي جايه؟ باذن الله. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. للاسف هي مكمله معانا اسبوع خلال الثلاث ايام اللي جايين. بالفعل تعتبر درجات الحراره مرتفعه تتراوح ما بين 38 ل 39 درجه، ده بعيد عن الرطوبه وهدوء سرعات الرياح. بلاش والنبي الدرجات دي يا دكتور احسن. 38 ايه يا دكتور؟ ايوه بقول لك كلمني عن المحسوسه، كلمني عن الدرجه المتعاشه. يعني درجه الحراره المحسوسه مع الرطوبه تتجاوز طبعا 40 درجه، فتروح ما بين 41 و42 درجه. ده في الظل. 41 و42 و43 والحاجات دي في الظل، يعني في الشمس طبعا. اضرب بقى في حبه حلوين. ما فيش طبعا مقاييس للتقصف تحت اشعه الشمس. طبعا بنروح لحتت فلكيه بقى. بالظبط طبعا. وللاسف الرطوبه للاسف شديد ارتفاعات نسب الرطوبه على مدار اليوم. سواء فترات النهار او في فترات الليل. يعني مثلا الترمومتر بيقيس درجه الحراره الصغرى 27. مستحيل طبعا احساسنا كمواطنين على ارتفاعات الرطوبه بالمنظر ده. صحيح. يكون احساسنا دي 27 ابدا. خالص. فعلا ارتفاعات نسب الرطوبه هي الشيء اللي للاسف بيزود احساسنا بارتفاع درجه الحراره. وشهر 7 وشهر 8 هم عز الرطوبه. تمام. عز احساسنا بالرطوبه. تمام. لكن مفيش كلام ان الطاقات المناخيه هي سببت في ارتفاعات درجات الحراره عن المعدلات فوق شهر يوليو. بالذات درجات الحراره موجه طويله فعلا زي ما حضرتك ذكرت تجاوزت ال 15 يوم. لكن ان شاء الله باذن الله وفقا لقراءة التوزيعات الاقتصاد الجويه من يوم الجمعه ان شاء الله الجاي هيبقى جمعه سبت حد باذن الله درجه الحراره فيها انخفاض من 3 درجات ممكن تصل الى 4 درجات كمان. طبعا الرطوبه عاليه ما فيش كلام وهتستمر عاليه، بس الناس هتحس بفرق وين بسيط، بس هيكون هناك طبعا مع يعني تخيل يا دكتور ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا يعني يا نفسنا الحر بقى يجي، الحر العادي، الحر اللي احنا عارفينه. يعني نفسنا الحر العادي اللي احنا عارفينه كنا بنشتكي منه زمان. فعلا والله الواحد اللي يشوف حر زمان يهون عليه حق، ولا ما اعرفش العكس يعني. المهم ان هتتكسر ان شاء الله الجمعه ويبقى في بعض التحسن باذن الله ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله. والرطوبه تقل، يعني الرطوبه هتقل شويه طبعا، لان هنحس بقى ان في نشاط شويه في الرياح. جمعه سبت حتى تبدا الويند تتحرك شويه، ده في رياح شويه فتقلل احساسنا بارتفاع الرطوبه. طيب تمام. هو ده برضو لسه المنخفض ده هو اللي عايش معانا صح؟ طبعا هو منخفض هنا طبعا. ايه يا فندم معلش منخفض ايه؟ الكتله كده في معظم ايام فصل الصيف. لكن ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك مع نهايه الاسبوع هيكون في منخفض جو يتكون في طبقات الجو العليا، هيبدا تاثيره الاول على دول اوروبا، ثم بعد كده ان شاء الله يصل تاثيره الى الحدود المصريه الجزء الثاني او البر الثاني البحر المتوسط في الحدود المصريه ان شاء الله من يوم هو اللي بيجي من اوروبا دايما بيبقى لطيف يا دكتور متهيألي. لا فعلا طبعا. تحياتي يا دكتور محمود وبشكرك شكرا جزيلا. وربنا يقوينا لحد يوم الجمعه ان شاء الله. عدي على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا.